أسعارك غالية يا أبو عمر. سيد راسي الأسعار مو غالية، بس أنت بدك تعرف كيف تطلب وكيف تأكل، لأنه ما ضل حدا إلا حكى عن الأسعار، ما ضل حكى إلا عاد يحكي على المنيوم وأسعارك نار. بتقول له أكل مسقسقة بيقول لك أسعارك كمان مسقسقة، بتقول له منغنغة بيقول لك كمان سعرك منغنغ. سيد راسي السعر كتير عادي وسعرنا مثل سعر المطاعم برا كلياتها، بس في فكرة الترند اللي حابب يستغل الترند اليوم عم يضرب تحت السعر للأسف الشديد. يعني اليوم نحن وقت كنا بالمطعم هذا كله يجي ويأكل وكله ما حدا يحكي شيء، يعني كان اليوم لما كبرنا وساوينا المطعم الكبير وساوينا كذا، المفروض انت كسوري تفتخر بابن بلدك كيف نقل حضارة لهون، كيف نقل يعني شبه سوريا لتركيا جابا. يعني اليوم انا بستغرب منكم انه اليوم المفروض انتم تفتخروا بابن بلدكم، المفروض انتم تكونوا معه، مو بالعكس. يعني مو تكسروا من مقاديفه وتلاقوا اي صيت صغير مشان تطلعوا ترند. يعني مو مشكله ترند، المشكله انك انت تكون مع ابن بلدك. اليوم التركي تصور انت وقت كنا بالمطعم هداك كان يجي عادي مثلا، يوم بيجي تصور التركي بيمرق من هون بس ليفوت على المطعم ليتفرج الحضارة اللي عملناها على الجو على الكذا. تصور اليوم مسؤولين بعض الأحيان بيدلوا بعضهم بيجوا لهون، تصور مسؤولين أتراك يعني بس مشان شو؟ مشان يشوفوا الشي اللي ساويناه. فأنت كسوري المفروض تفتخر أكتر، المفروض أنت تدعمنا أكتر، المفروض يكون حبك إلنا أكتر. مو والله المهم أنا أجيب تريند أخي، خلي هو مطعمه يستفيد. يا حبيب قلبي فتت الراس عندي ب110 ليرات حق صندويشة شاورما. تعرف شو يعني سندويشة شاورما؟ أنا من كم يوم أكلت سندويشة شاورما بقديش؟ ب100 ليرة سيد راسي، بمية وعالواقف وعند الزلمة وعالواقف، يعني مو مالي قاعد بمطعم ولا شيء. فتصور أنت أنا عندي الفتة مع مرقة ومخلل وقاعدة جنب هالبحرة وجنب هالليمونة، يعني أنت فكرك هذا المطعم مكلف بلاوي متلتلي. ف يعني أجار عمار تصور لحاله بس 1,000,000 ليرة بالشهر عندي أنا، فما بالك أنا أكلت سندويشة شاورما ب100 ليرة على الواقف، تمام؟ فما بالك أنا عندي زبدية، لك زبدية الفتة بحمص سيد راسي شي 100 ليرة صارت اليوم. وين قاعدين نحن؟ المشكلة إنه اللي عم يجي بس شاطر يحكي، بس شاطر ياخذ ويعطي، بس ما عم يعرف شو مكلفة الأمور شو كذا. اليوم كل يوم التضخم عم يزيد، كل يوم الأمور. أنا ما كني أنا عم اتضخم، لا إنه عفوا أنا مضخم الأسعار أو شي، لا بس أنا عم أرجيك سندويشة شاورما بسعر فتة راس عندي مع مرقاتها ومخللاتها وقاعدة جنب هالبحرة، تصور بينما سندويشة شاورما هالقد ب100 ليرة. فما بعرف، بتمنى تكون وصلت الرسالة، بتمنى تكونوا فهمتوا علي. بتمنى فيك تاكل بمية المقصود، فيك تاكل ب10,000. أنت وما يعني أنت شو بدك بتاكل؟ مو مثل ما عم تشرح والله فيك تاكل راس كامل فرط، مستحيل يكمله شي 300 جرام لحمة، مستحيل أنت تكمله أو غيره. وقديش صاروا 200 ليرة؟ تصور يعني انت مثل اللي بيجي افريد ابو عمر، افرد لي سيد راسي بيض لي وشي، الله يبيض وشك وكذا، وقت تجي الفاتورة بيقولك كتير وقليل. طب انت بدك تفرد وتكيب، بدك تدفع اجباري، هذا معروف. هذاك اليوم اجانا شخص 15 شخص قعدوا هون، افريد ابو عمر قالوا توصى بيض لي وشي، شو بدك نزل من اكتر وزود؟ اخر شيء اكلوا الاكلات قديش الفاتورة؟ 15,000. ولي 15,000؟ ما ضل حدا إلا حكى بالعزيمة اللي عنده 15 شخص وبعت لي رسالة وقام وحط كل شيء. آخر شيء عم اسأل الشباب قالوا لي نص الأكل وزعوه، يعني نص الأكل وزعوه 7,500 وزعون، وزايد على الأكل كمان هيك، يعني فاتوته كل الحقيقية هي 5,000، فوزع ب2,500 ووزع ب7,500. تصوروا وبيجي بيقول لك غالي، مو من عندي الغالي، من عندك سيد راسي أنت بقى اللي طلبت كتير وفردت له. بتمنى تكون وصلت الرسالة، والسلام عليكم.